والله هو الغني الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الخطاب هنا للناس جميعا بأن الناس هم الفقراء إلى الله، هم المحتاجون إلى الله، ولكن للأسف مع الأسف الكثير لا يعي هذه الكلمات، هذه الآيات. الله تعالى أولا يخاطب الناس، لا يخاطب المؤمنين فقط، يخاطب الناس جميعا من المسلمين وغيرهم، الصغار وغيرهم. أنتم الفقراء إلى الله، أي أنتم تحتاجون غنى الله، تحتاجون يعني السند والعون من الله. الإنسان بحوله وقوته لا شيء أمام حول الله تعالى، أمام حول الله تعالى وأمام قوته. اليوم مع الأسف نرى العناد في الذنوب، ونرى التباهي في المعاصي، ونرى يعني تحدي مع الله تعالى وتحدي لله تعالى أن يعصوا الله تعالى من الشباب والبنات، وللأسف وكأن جبروتهم يضاهي جبروت الله، وحاشا لله سبحانه وتعالى. لا أحد فوق جبروته، لا أحد فوق غناه، لا أحد فوق قوته، لا أحد يعني يعلو على الله تعالى بكل شيء. اليوم مع الأسف المجتمع أو بعض المجتمع فيه من المعاصي والذنوب، الذين يجهرون بهذه الذنوب والمعاصي علانية، يعني في الأسواق، يعني في المولات، يعني في السوشيال ميديا، في أغلب التواصل الاجتماعي. البنت تظهر مفاتن جسدها، والشاب يظهر مفاتن يعني ألفاظه السيئة. اليوم مع الأسف المجتمع يتحدى الله، بعض المجتمع يتحدى الله في المعاصي وهو لا يعلم. الإنسان ما إذا تمرض يعني ألم في رأسه، ألم في معدته، يقع في الأرض ويحتاج إلى طبيب ويحتاج إلى معونة، بعض الأحيان يحتاج إلى من يأخذه إلى قضاء الحاجة، بعض الأحيان يحتاج إلى من ينهضه، وهو حتى يعرف أنه هو فقير لا حول له ولا قوة له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: اللهم لا حول لي ولا قوة لي إلا بك. ودائما نقول الذكر المعروف: لا حول ولا قوة إلا بالله. فاليوم الناس يبدو بعض الناس لا يعون، يعني معنى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بعض الأحيان نرى بعض البنات وبعض الشباب وكأنما مسوي من نية بإسلامه على الله تعالى، الله غني عنك، أو كأنما البنت مسوي من نية على الله بالحجاب، تتحدى الله تعالى ولا تريد أن تتحجب. نقول لها: الله غني حميد عنك، الله تعالى في غنى عنا جميعا، الله تعالى له موجودات تسبح له، الأرض تسبح له، الجمادات تسبح له، الحيوانات، الأشجار كلها تسبح إلى الله، الله والله غني حميد. ولكن بعض البشر مع الأسف يعني لا يعي معنى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني حتى المتمكن التاجر، لا تغرك أموالك ولا تغرك جاهك ولا منصبك، أنت الفقير إلى الله، تحتاج إلى الانكسار، تحتاج إلى الخضوع إلى الله تعالى. بعض الأحيان شوف حتى النبي عليه الصلاة والسلام دائما يعلن فقره، دائما يعلن انكساره. وأشد موقف على النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف، عندما طردوها للطائف دعا دعاء رائع جدا، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلوني يا الله؟ شوف ضعف قوتي، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي المرسل المؤيد بقدسية الله تعالى ومؤيد بقوة الله تعالى، يقول: إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يعني أنا أستغرب من الذي يتجبر ويتكبر ويظلم الناس، ألا يتذكر بأن الله تعالى أقوى منه؟ ألا يتذكر بأن الله تعالى جبروته أقوى من جبروته؟ ألا يتذكر أن الله تعالى غني أغنى منه ومن أمواله ومن مناصبه ومن أرتال سياراته؟ فيعني اليوم هذا المفهوم يجب أن يعود لكل مسلم ولكل إنسان، لا يظلم، لا يتكبر، لا يستعلي على الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.